الاول نبارك للكابتن محمد الشرباجي، هو معايا دلوقتي برضو على التليفون. كابتن محمد الف مبروك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. يعني مش عارف، كنت بسأل سؤال دلوقتي المفروض ان اوجه لك انت السؤال ده، مين كنت حاسس انه استعد لهذه البطوله اكتر من التاني، انت ولا مروان؟ مين؟ معلش متأسف مش سامع حضرتك. بقول لك من خلال يعني الاستعدادات للبطوله، كنت حاسس نفسك استعديت اكتر من مروان للبطوله؟ لا طبعا، احنا الاثنين كنا كل لعيب بيستعد لبطوله العالم استعداد خاص. البطوله دي اقوى بطوله في السنه كلها، كلنا مستعدين جامد للبطوله، كل اللعيبه مش انا ومروان بس. فعشان كده مكسب البطوله دي بتبقى مكسب مش سهل خالص. فعشان كده ان احنا الاثنين نعرف نوصل للنهائي، ده بيبقى أقوى ماتش بتلعب سنة كلها، ماتش نهائي كأس العالم. لما احنا نعرف نوصل نهائي مع بعض طبعا كانت حاجة كبيرة جدا، وكنا أول إخوات نعملها في تاريخ اللعبة. فالحمد لله إن احنا عرفنا إن احنا نوصل للمرحلة دي في اللعبة. دي حاجة يعني حاجة هنفتكرها طول حياتنا، يعني حاجة يعني ماتش حاجة سبيشال جدا لينا احنا الاثنين، إن احنا نقدر إن احنا نعيش حاجة زي كده مع بعض احنا الاثنين. هل حصل كده في تاريخ ماتش حلو يعني. في تاريخ البطولات؟ عمري ما حصل في تاريخ اللعبه كره العالم اخرين لعبوا على نهائي كاس العالم، عمري ما حصل في تاريخ اللعبه. ما حصلش قبل كده ده. ما حضرتك اول مره تحصل في تاريخ اللعبه. اول مره تحصل في التاريخ، والحمد لله انها حصلت بين اتنين مصريين. بس مع ذلك معلش يعني اسمح لي يعني كابتن محمد، بعض التعليقات على السوشيال ميديا كانت بتتكلم على انك ما قلتش اسم مصر لما اهديت لقب البطوله. لا انا كتبت على السوشيال ميديا بتاعتي ان انا اتمنى ان مصر دايما تكسب البطولات. بالعكس احنا كنا عملنا، دي كانت حاجه كبيره جدا ان احنا ما نوصلش بس زي انا ومروان النهائي، كمان رميم ونور الشربين وصلوا النهائي. فدي كانت اول مره تحصل في التاريخ الاربعه مصريين في النهائي ان هم يوصلوا النهائي. يبقوا مصريين، لكن وحاجه كانت مشرفه. احنا كل بطوله بنلعبها في الاخر وكل بطوله بنكسبها بتبقى بنلعب اسم مصر في الاخر يعني. واحنا وهم بيقدمونا في الملعب بيقدمونا باسم مصر. جميل جدا. اي بطوله بنكسبها يعني باسم مصر في الاخر. لكن انا شكرت الناس، المدربين بتوعي اللي مرنوني طول حياتي، بقالي 11 سنه برضه انا مقيم في انجلترا، ولازم اشكر الناس اللي هي مرنتني. اكيد طبعا، ده حقهم في الاخر. ده اقل واجب يعني. دي مالهاش علاقه ان انا في الاخر منتمي لبلدي يعني. صحيح صحيح، معاك حق معاك حق. بس معلش، ما انت بس عارف يا كابتن محمد، السوشيال ميديا وكل اللي عنده تعليق وكل اللي عنده سؤال اكيد فاهم. طيب احتفلت. انا اهم حاجه بالنسبه لي ان انا احاول ان انا بركز في لعبي، اركز في مستويات، دي تبقى اهم حاجه. وفي الاخر انا لازم يعني احاول ان انا اعمل في الاخر الحقيقة. عمر الرياضي ما بيبقاش طويل في اللعبه، فدايما اهم حاجه للرياضي خصوصا في اللعب الفردي ان هو يركز في بطولاته ويركز في تمرينه ويحاول يجيب يكسب بطولات في الاخر. وفي الاخر انا شكرت الناس اللي كانت بتمرني بقالها سنين. دي مالهاش علاقه بالبلد. صحيح. في الاخر انا كبلد انا بلعب باسم مصر طبعا في الاخر يعني. صحيح. طب كابتن محمد احتفلتوا بالفوز وبهذا النصر الكبير ازاي؟ كيف كان الاحتفال الاسري؟ طبعا كان احتفال كبير طبعا. احنا يعني حاجه كانت الحمد لله انا ومروان عرفنا نعمل حاجه نخلي اسرتنا تبقى فخوره بينا. لكن احنا لسه عندي 29 سنه ومروان عنده 24، احنا لسه عمرنا ان شاء الله يا رب يبقى طويل في اللعبه لسه، وان شاء الله نحاول ان احنا نلعب ماتشات زي كده كتير مع بعض. احنا لعبنا مع بعض اصلا في المحترفين 11 تيكت مره رقم 11، احنا لعبنا مع بعض كتير اوريدي. بس ده كان طبعا كان اكبر ماتش لعبناه في بعض، ونتمنى ان احنا نقدر ان احنا نكررها تاني كتير يعني. فدي بتطلب جهد كبير وبتطلب تمرين كبير، تمرين كتير. يعني لسه بتطلع عندي جت في نص السيزون، احنا لسه السيزون بتاعنا بيخلص في شهر 6، فاحنا لسه في بطولات كتيره جدا جايه وعاوزين نستمر على الاداء العالي باذن الله يعني. باذن الله، واحنا متابعينكم وفخورين بيكم كابتن محمد الشرباجي بطل العالم للسكواش في بطوله العالم اللي اقيمت في مانشستر. بشكرك شكرا جزيلا، ومره ثانيه الف مبروك.